إذن الاجتياح هو مسلسل يعرض واقع حال الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي. يضم هذا المسلسل حشدا من الممثلين العرب تحت توجيه مخرج تونسي. تقرير سعود الخلف. لقطة مقربة جدا للمجتمع تحت قهر الاحتلال، وملامح يكون فيها للحب طعم مختلف في زمن الحرب. ربما هذا ما يلخص حكاية مسلسل الاجتياح، وهو مسلسل عربي من حيث جمع النجوم والسيناريو والإخراج، يعرض لحياة الفلسطينيين كمجتمع يواجه إشكالياته الداخلية وصراعه الأساسي مع الاحتلال، من خلال حكاية الاجتياح الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 2002. ولكن الأحداث الأساسية تجري في مخيم جنين ومن حوله. أي عنصر كان جزء من هذا المسلسل كان يمكن من أول الرسائل اللي بدي أقدمها أنه هذا هدية للشعب الفلسطيني، أنه إحنا حاسين فيكم وعارفين إيش عم بيصيركم. المسلسل ذهب إلى منحى درامي إضافي عبر إبراز قصة حب جمعت بين شاب فلسطيني وفتاة إسرائيلية أثناء أحداث المخيم، قدم من خلالها فرضية تفيد أن العاطفة ومشاعر الحب لا تعترف بحواجز الحقد والعنصرية العقائدية أو العرقية. ويقترب المسلسل بامتياز من حرب قاسية، فمجرد قراءة السيناريو يجعل ممثلي المسلسل بالكاد قادرين على تجفيف دموعهم طيلة أيام التصوير. لهلأ أنا إذا ابني بينجرح أصبعه ممكن أضل عم ببكي يومين، فبقول لهم شكرا على انكم قويين هالقد، وشكرا على انكم ضميرنا، وشكرا على انكم وجداننا، وشكرا على انكم صامدين، وشكرا على انكم عم بتدافعوا عن اخر على اخر نفس عندكم. يعني يأتي مسلسل الاجتياح برؤية واقعية عن عنف الاحتلال وقسوته تجاه المدنيين العزل، ويتشارك فيه شخصيات حقيقية ألقت بهم يوميات الحرب إلى أفواه القنوات الإخبارية وحولتهم إلى نجوم حرب وسياسة، في حين تشارك في التمثيل مجموعة من دول عربية عدة يقودهم مخرج تونسي. احنا تربينا على هذا الموضوع، وعشنا طول عمرنا حاملين هذا المشكل معنا، هي قضية الأرض والقضية الفلسطينية. واليوم قدرنا نحقق جزء من شيء اللي احنا حابين نحققه من زمان معناتها. فهذا الشيء أثر فيك يعني إجباري. يعزف مسلسل الاجتياح سيمفونية سياسية عاطفية حول فلسطين وشعبها، ويقدم الحرب والاحتلال بوصفهما حالة جحيم. ما سبق إنتاجه عن الواقع الفلسطيني اقتصر على تناول النكبة وما قبلها، حتى اعتقد الجمهور العربي بأن كل ما يمكن أن يقال حول الحكاية الفلسطينية قد قيل، لكن للحقيقة وجه آخر يمس قلب كل إنسان. سعود الخلف، العربية، عمان. وينضم إلينا من عمان طلال العوام لمنتج مسلسل اجتياح. سيد طلال، يعني نعم، كل ما قيل ربما قيل عند النكبة وغيرها، وأيضا كل ما قيل عن التاريخ الحديث لمعاناة الفلسطينية نقوله نحن في الأخبار، يعني للأسف أخبارنا أكثر درامية من أي مسلسل درامي، ولكن ما الذي يعني جعلك تنتج هذا العمل؟ لماذا توقعت أنه سيكون له نسبة مشاهدة؟ يعني في الحقيقة بتعرف يعني المعاناة اللي عم بمر فيها الشعب الفلسطيني معاناة كبيرة جدا، وما حدا يعني ما حدا عم بتناوله في مسلسلات درامية أو أفلام سينمائية وما هذا، فكان لابد أنه نفوت بهذا الباب. القضية الأساسية احنا حبينا نفوت بهالموضوع، نحن دعاة سلام، احنا بدنا سلام، ولكن السلام يأتي من خلال توضيح الحقائق، من خلال إعلام قوي، من خلال توضيح الحقائق بشكل أو بآخر، توضيح بطولة هذا الشعب،
مربوط المسلسل بشكل او باخر بقضايا الارهاب، البرجين اللي وقعوا في 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 الولايات المتحده وقعوا على راس الشعب الفلسطيني. انا شفتهم يعني انه صار اسرائيل صارت يعني تجتاح الفلسطينيين وصارت تذبح الجميع وتقتل الكل تحت ذريعه مكافحه الارهاب. لما بدنا سلام نحكي عن سلام بين الشعوب، برزت من خلال قصة حب بين شاب فلسطيني وفتاة إسرائيلية، لأنه لازم الشعوب تتصالح، هي مش قضية أنه والله السياسيين أمور كويسة وانتهى الموضوع. في أكثر من مقولة في العمل وفي أكثر من مسج سياسي في العمل. طلال، هل كانت هناك أي وائق إن كان من ناحية التسويق، خصوصا أنه في الآونة الأخيرة كان هناك محاولة ابتعاد مواضيع المسيسة جدا في المسلسلات، أو ربما عوائق بالتصوير بالأماكن بالتفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين في اجتياح جنين؟ بالنسبة للتصوير ما كان في عوائق، بالعكس يعني احنا صورنا مسلسل في الجمهورية العربية السورية واخذنا كل الدعم وكل التأييد من خلال الأجهزة الرسمية والغير رسمية والعاملين وما شابه. كما نعلم أن سوريا بلد مؤسسة إنتاجية بشكل كويس وفي حرفية عالية في تنفيذ الإنتاج. على صعيد التسويق نعم، قد يكون أنه المحطات العربية صارت تفضل في رمضان لزخم الأحداث السياسية اللي عم نشوفها بالأخبار وكذا، صارت تفضل كل يبتعد عن السياسة بشكل أو بآخر. ولكن أنا دائما بحكي أنه التلفزيون بالأساس مادة ترفيهية تحمل مضامينها اللي بدنا نحطها فيها، فصار صار صار في صعوبة في تسويق المسلسل بعض الشيء، بالرغم من أنه أنا بصنفه يعني زي ما شفته كناحية صناعة هذا المسلسل هو من أكثر الصناعات العربية أو أكثر المسلسلات العربية حرفة في الصناعة، كونه أخذ الوقت الكافي وصرف عليه المبالغ الكبيرة وكان في مبدعين كثيرين من الكتاب للمخرج الأستاذ شوقي للممثلين العرب لكل هذه الأمور، وجدنا بعض الصعوبات. طبعا هو يعرض أين طلال؟ وبشوفه الجمهور. عفوا؟ يعرض على أي فضائية؟ يعرض الآن على قناة الـLBC الفضائية. طيب. الساعة 9. شكرا نعم شكرا لطلال عواملي منتج مسلسل اجتياح، شكرا لمشاركتك معنا.